مزيد من القراءة حول هذه الانتخابات ينضم إلي من باريس الدكتور إليان سركيس الكاتب والبحث السياسي. سركيس أهلا بك في هذه الجولة على القاهرة الإخبارية. اليوم الأخير في الانتخابات البرلمانية، مواطنو عدد من الدول الأوروبية يستكملون عقد هذه الانتخابات بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. هناك توقعات وترجيحات بأن اليمين سوف يسيطر على نسبة ليست محددة حتى هذه اللحظة، إما ربع هذه المقاعد حتى أكثر من ذلك بقليل، لكن إن حدث ذلك ما الذي قد يتغير في أوروبا إذا تحول البرلمان الأوروبي إلى اليمين؟ نعم سيد الكريم، يتوجه ما ب يعني تقريبا 360 مليون ناخب أوروبي، يعني هذا العدد لا يستهان به، إلى مراكز الاقتراع لتحديد البرلمان الأوروبي في المستقبل. يعني هناك توجهات عدة طبعا، وكل يعني الريبورتاجات والإيبسوس وخاصة هنا في فرنسا ترجح بأن يعني اليمين المتطرف ينال عدة مقاعد على غرار حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب أخوة إيطاليا، يعني أرقاما تاريخية، فيما سيحافظ حزب الشعب الأوروبي اليمين المعتدل على مركزه الأول. يعني هذه، أما حزب تجدد أوروبا الذي يضم حزب النهضة الحاكم في فرنسا فقد يتعرض إلى انتكاسة يعني انتخابية بعد، على غرار الانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ. طيب إذا كانت هذه التوقعات دقيقة، ما الذي قد يتغير في توجه البرلمان؟ يعني ستكون هذه السياسات الذي يرجح البعض بأن ستغير يعني مسار أوروبا كليا، منها يعني ما سيعلن استقلاله عن البرلمان الأوروبي، عن أوروبا بشكل عام. يعني هنا في فرنسا اليمين المتطرف يعني لم يعد يتكلم بهذه المسألة، ولكن يعني من المتوقع أن يناقش هذه المسألة، لأنه كان في من زمان هو يطالب باستقلال فرنسا عن عن أوروبا، وممكن وراء فرنسا سيزور عدة الدول مثل يعني المؤرجحة مثل أوروبا، مثل إيطاليا، مثل بلغاريا، مثل هنغاريا. شكرا جزيلا دكتور إليان سركيس الكاتب والبحث السياسي، كنت معي من العاصمة الفرنسية باريس.